اليوم هو اخر يوم في اللي كنسميوه حنا اسبوع الادماج او لا جورني ولا لا سيمين دانتيغراسيون. اليوم كان مميز حيت حضروا معنا مجموعه ديال الضيوف في المجال الرياضي. حضر معنا رئيس الجامعه المغربيه الملكيه المغربيه للبادمنتون استاذ هشام استاذ مروان بيشي، وكذلك مدرب المنتخب الوطني المغربي للفوتسال سي هشام دقيق. الهدف الرئيسي كان من هذا اللقاء هو ان الطلبه يتعرفوا، حيت عندنا طلبه اللي مسجلين في مجموعه الاجازات اللي هي اجازات في اختصاصات مختلفه من الرياضه، دونك كاينه اجازه في التدبير الرياضي، اجازه في التدريب الرياضي، وكذلك اجازه في التربيه البدنيه. الهدف الرئيسي كان هو ان الطلبه ديالنا يتلاقاو ويتعرفوا مع مجموعه ديال الكفاءات الوطنيه في المجال الرياضي باش يحفزوهم ويتقاسموا معاهم التجارب في الميدان، حيت حنا كنجمعوا معهد علوم الرياضه بفاس كيجمع ما في التكوين ما بين ما هو تطبيقي وما هو نظري. وفاش كنبغيو نهضروا على ما هو تطبيقي، ما كاين ما احسن من اعطاء المثال. وباش نعطيو مثال، استضفنا اليوم هاد جوج كفاءات وطنيه، هشام دقيق راه كتعرفوه بانجازات الكبيره ديالو، السيد الرئيس مروان بيشي اللي يعد من اصغر الرؤساء ديال الجامعات المغربيه للرياضه، والدور اللي كيقوم فيه للنهوض بالرياضه الوطنيه خصوصا تمرير مجموعه الرسائل. حنا كنعرفوا ان الرياضه ولات رافعه تنمويه، وكذلك الرياضه ولات اللي كنسميوها حنا قوه ناعمه لتمرير مجموعه الرسائل. وحنا على بعد واحد السنوات قليله لتنظيم كاس افريقيا لكره القدم، وكذلك لا كوب دو موند يعني كاس العالم، وهذا ما غيكون الا مجال للطلبه ديالنا انهم بور سيبانويغ باش يبرزوا المواهب ديالهم. حيت من هنا 2030 غيكون معهد علوم الرياضه بفاس خرج مجموعه ديال الطلبه اللي خريجين في مجموعه الاختصاصات الرياضيه. اليوم كان عندنا اختتام اسبوع ادماج الطالب الجديد اللي نظمناه في هذا الاسبوع. هذا الاسبوع التنظيم ديالو جاء لتسهيل وادماج الطلبه الجدد في المنظومه نتاع المؤسسه. تكلف بالتنظيم ديالو مجموعه من الطلبه نتاع السنه الثانيه ومؤطرين من طرف اساتذه. كان فيه مجموعه نتاع الانشطه منها فنيه رياضيه ثقافيه، وكذلك فيها تعريف بالجامعه بالمؤسسه بالمسالك اللي كاينه مقترحه بالنظام الداخلي للمؤسسه ونظام الدراسات نظام الامتحانات الى اخره. جميع المعلومات اللي غادي تسمح للطالب انه يفهم ويندمج في المنظومه الجديده اللي دخلها، لانهم هما جايين دابا من مستوى تاع الثانوي وغادي يدوزوا للمستوى تاع العالي. وهاد لا ترانزيسيون هذه تتكون شويه ديليكات.